يسعد صباحكم مشاهدينا، موجودين في محافظة الكرك، هالمحافظة اللي ما زالت محافظة على كل الجمال اللي موجود فيها من عادات، من تقاليد، ومن أسواق أيضا قديمة. تقريرنا راح يكون مميز ورائع، خليكم معنا ودائما يسعد صباحكم. يا مرحبا، مستنى فيك، بتشرف فيك والله يا عمي. جيرت الله، الله يجيرك من قوة، من قوة الله يجيرك. وصلنا إلى سوق الكرك القديم، وفيه ينتابك شعور لا يمكن وصفه، ذلك لأن الأرجاء عابقة بالإرث والرجولة. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ما شاء الله ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ يسعدك، كيف أمورك؟ والله الحمد لله يا حبيبي، ربي يخلي لي إياك. قالوا أبو عبد الله السايق هو من أقدم التجار في هذا السوق القديم. نعم، وإحنا جينا لعندك سيدي. على رأسي، شرفت والله وشرف تلفزيون. أول ما فتنا لقينا الجميل. والله أبدا خير، الله هذا أبدا على حساب الله كل المحل. الله يكثر الخير. قد إيه عمر الدكان أبو عبد الله؟ يا سيدي العزيز، هذه ورثناها أبا عن جد. جدي اشتراها سنة 1890، يعني بتقول عن عمرها 132 سنة عمرها. شايف؟ فعاد تجار شوام معروفين، كان هذا كلها بر الشام، فعاد كان يجوا تبادل تجاري، استوطن هون جدودنا واشتروا هذا الدكان. شايف؟ وكانوا مختصين في بيع القمح والعدس والكرسنة. الآن شو بتبيعوا أبو عبد الله هون؟ هسا معروف هذا المحل حوالي له 100 سنة بالسمن واللبن والزيت البلدي، السمن البلدي واللبن البلدي. طبعا لما أقول لك لبن بلدي بحكي لك بلدي بلدي. بلدي بلدي لبن الكرك، لا لبن شيحان، لبن جديدة، لبن الغرب الكرك. يا سلام.